طبعا لازم نتكلم عن كورونا وايه اللي بيتم بالنسبه لاعداد الاصابات وكمان بروتوكولات العلاج، موضوع الحقن البلازما بالنسبه طبعا للمتعافين للمصابين، وطبعا اخر الاخبار للوصول لعلاج او لقاح لهذا الفيروس. النهارده عندنا اللجنه العلميه لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا كشفت عن ضروره واهميه ان المواطنين يكونوا حريصين بشكل كبير على ان هم يزودوا مناعتهم، وان طبعا المناعه هي خط الدفاع الأول عندنا ضد هذا الفيروس. طبعا دي نقطة في منتهى الأهمية وكتير اتكلمنا فيها وربطناها كمان بالحالة النفسية أو الحالة المعنوية واللي بتأدي كمان لتقوية المناعة. من ضمن الأخبار المهمة اللي تم الإعلان عنها وعلى لسان دكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لوضع بروتوكولات علاج كورونا، قالت إن في تقدم في استخدام علاج البلازما للحالات الحرجة، وإن مصر بتستخدم أفضل البروتوكولات العلاجية للمرضى في مستشفيات العزل. قالت برضو أن عمليات البحث لا تنتهي للوصول لبروتوكول مثالي ترتفع مع نسب الشفاء للحالات الموجودة بالمستشفيات. أكدت برضو دكتورة جيهان على أن عقار أو دواء أفيجان دخل بالفعل من فترة في مرحلة التجارب السريرية، وحاليا بيتم تقييم النتائج بشكل نهائي علشان يتم إعلانها، وده اللي هيفسر بعد كده أو هنبتدي بعده نقرر إذا كنا هنعتمد هذا الدواء أو لا. في برضه تصريح مهم من دكتور محمد عوض تاج الدين طبعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، قال النهاردة ان في معلومات مؤكدة ان شركة استرازينكا متعددة الجنسيات، هي شركة انجليزية سويدية تتعاون مع جامعة اوكسفورد، وصلت لمراحل نهائية لانتاج تطعيم او لقاح ضد الفيروس. قال كمان المستشار عوض انه التجارب الإكلينيكية الأولية في المرحلة الثانية وصلت لنسب نجاح كبيرة، وإن رئيس الشركة أعلن بشكل رسمي إنه في خلال شهر سبتمبر اللي جاي هيتم إنتاج 400 مليون جرعة من التطعيم، وهيتم توزيعها يعني بالعدل يعني بين جميع دول العالم. على كل الأحوال إحنا معنا دكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا. برحب بحضرتك معنا دكتورة جيهان، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. يعني احنا شايفه الحمد لله في اخبار طيبه تدعو للتفاؤل، يعني فنتكلم على اولا بروتوكولات العلاج واحنا فين من العالم، وقصه العلاج ببلازما الدم من المتعافين ولاي مدى نسبه النجاح يعني او التعافي. هو حضرتك استخدام بلازما المتعافين في العلاج ده بيتم ضمن بروتوكول خاص بتجربة سريرية بتتم تحت إشراف اللجنة العلمية ووزارة الصحة. باستخدام بلازما عن طريق تبرع بالدم من المرضى اللي مر على تعافيهم من أسبوعين لثلاث أسابيع، بيتبرعوا بالدم وبنفصل منها البلازما اللي بتحتوي على الأجسام المضادة للفيروس دي، وبيتم حقن البلازما دي للمرضى اللي في حالات حرجة وديت لمساعدتهم على التعافي. تمام. الموضوع زي ما قلت لحضرتك هو لسه في مرحلة التجارب السريرية، وده بروتوكول طبق في أكتر من دولة في العالم، وإحنا ابتدينا فعلا في تطبيقه على عدد من الحالات، وكانت النتائج مبشرة في عدد كبير من الحالات. طبعا ما نقدرش نقول نسب لأن إحنا لسه الدراسة شغالة، فأنا ما عنديش أرقام أقدر أطلعها في الآخر أو نسب، لكن في حالات تعافت، في حالات كانت جايبة نتائج كويسة. فدي حاجة مبشرة، وده شجعنا إن إحنا نبتدي نتوسع في هذا البروتوكول، وحتى بدأنا توزيع الأجهزة الخاصة بفصل البلازما من الدم على أكثر من منطقة في الجمهورية، في اسكندرية والدلتا والصعيد. تمام. لتوزيع استخدام البلازما للمتعافين. طيب، والدواء بقى أفيجان ده بقى إيه موضوع يا دكتور؟ أفيجان هو دواء ياباني زي ما حضرتك عارفة، كان من ضمن الأدوية المطروحة كعلاج للفيروس كورونا. طبعا احنا أي دواء جديد لسه مش أبروفد أو مش يعني مش متوافق عليه، لما بيدخل عندنا بيدخل ضمن تجارب سريرية، ما ينفعش نطبقه أو نحطه في البروتوكول لما يجرب. هو دخل ضمن تجربة سريرية في أكتر من مركز، وكان تحت إشراف التعليم العالي ووزارة الصحة، وإحنا دلوقتي في مرحلة إن احنا بنجمع الداتا بتاعته في طريقها للنشر إن شاء الله، وعلى اساس النتائج بتاعته هنشوف حجم اذا كنا هنطبقه او نسب التعافي، لو في اعراض جانبيه او مضاعفات ليه، على حسب النتائج اللي هتطلع من الدراسه بعد الانتهاء من النتائج بتاعتها وتجميعها، هنحدد بقى كنا هنضيف في البروتوكول او لا. طب احنا كده بنستخدم كام دواء تقريبا لعلاج الفيروس؟ يعني
هو حضرتك يعني ايه كتير. البروتوكول يعني العلاج المصري؟ البروتوكول المصري هو محتوي اساسا على الهيدروكسيكلوروكين، هو ده الكورنر ستون زي ما بيقول في العلاج، معاه بعض مضادات الفيروس زي الكاليترا اللي هو العلاج اللي كان مخصوص بيه لمرضى الايدز اصلا، وده كان موجود في البروتوكول برضو من الاول. تم اضافه بعض مضادات الفيروسات الثانيه وبتستعمل في حالات محدده زي ريبافيرين والانترفيرون، الريمديزيفير ان شاء الله هيدخل لما يوصل مصر برضو تحت التجربه، والازيثرومايسين ليه استخدامات في حالات محدده في الحالات الشديده بس وفي الرعايه في المرضى اللي على مونيتورز. كل ده بيستخدم، ده البروتوكول المعتمد اللي بيطبق في كل المستشفيات. طب النتيجه في بعض الادويه الثانيه بجانب ادويه ثانيه بيتم تجربها على نطاق في صورة تجارب سريريه. يعني ما اقدرش اعممها لما اشوف النتائج بتاعتها ورد الفعل ليها. طيب احنا كنا لفتره من الفترات بنقول ان معدل الوفيات عندنا نتيجه لفيروس كورونا مرتفع ويعني اعلى من المعدل العالمي، في الفتره الاخيره الحمد لله يعني تراجعت معدلات الوفاه. تفسير ده وهل البروتوكول العلاجي اللي احنا متابعينه وفقا لحالات المحدده او يعني مدى الخطوره اللي موجوده فبالتالي ده يفسر نسب الشفاء المرتفع؟ الحمد لله يا رب. هو خلينا نقول ان نسب الشفاء كانت عندنا كويسه من الاول. هي يمكن الوفيات. نسب الوفيات اللي كانت عاليه وابتدت تتحسن نسبيا. وده كان ليه سبب، يمكن في الاول في اول ظهور الفيروس كان ما كانش في وعي كافي، كانت الناس بتروح، معظمها بتروح متاخره. وكان عشان كده يمكن حصل اكتر من تصريح من معالي الوزيره ان في عيانين بيجوا يوصلوا الاستقبال بيموت في الاستقبال او بيموت قبل ما يبتدي نديله الخدمه الطبيه او نقدر نفحصه حتى. فالحقيقه الحكايه دي مع زياده الوعي ابتدت الناس تبقى فاهمه خطر الكورونا، ابتدت الناس او مع بدايه ظهور الاعراض تبتدي تدور وتفحص او تستشير، فده خلى حكايه ان انا اروح متاخره قلت، فبالتالي ان انا يجي لي العيان في مرحله متاخره او مرحله حرجه ده قلل النسب كتير وبالتالي ادى لتقليل نسب الوفيات. طيب النهارده بقى بارقه امل وعلى لسان سيادة المستشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية، يعني قصة بقى الوصول لتطعيم أو لقاح من الفيروس، وإن الكلام ده هيكون على شهر سبتمبر اللي جاي، إيه المعلومات المتوفرة عندنا يعني في الموضوع أو في الملف ده يا دكتور؟ يعني هو الحقيقه الدكتور محمد عوض دايما يتميز ان هو يعني يبث الامل والدعم لينا كلنا الحقيقه. وطبعا زي ما تفضل استاذنا دكتور محمد عوض تاج الدين وقال، هو فعلا الشركه بتقوم بعمل ابحاث على المصل وهي منتظره او اعلنت ان هي على شهر 9 هي في مراحل التجارب القرب النهائيه، وان هي مع التجارب النهائيه على قرب شهر 9 تقدر تنتج كميات من الفيروس، وبعديها هتنتج كميات اكبر لتوسيع نطاق استخدامها. وطبعا هي مش شركه اسرى بس، هي شركات كتيره سواء جوه مصر او بره مصر هي شغاله في موضوع الفاكسين وفي مراحل مختلفه من التجارب بتاعته، وكله في انتظار ان يعني زي سبق كله في انتظار مين واحنا واحنا ايهما اقرب احنا معاه. بالظبط، احنا مستنيين حضرتك اي حد هيدينا حاجه، بس طبعا هنتاكد من فعاليتها، هنتاكد من عدم وجود اعراض جانبيه او مضاعفات ممكن تحصل نتيجه استخدامها، ان ده فاكسين فمنتظر يستعمل على قاعده عريضه من الناس. فلازم تبقى نسب الامان عندنا عاليه، مضاعفات قليله في اقل حدودها، ما فيش اعراض جانبيه، كل ده لازم يتم دراسته. طيب طبعا بعد كده بقى ايه قواعد المتابعه بقى، ان يعني هل هيكون في اصلا تبقى حرب يعني فيها طبعا في يعني هيستخدم فيها كل الاسلحه ولا كل الادوات يعني وكل دوله ومدى قدرتها، يعني انه تتوزع ازاي، مين اللي هيكون له الاولويه، كل دوله ليها قد ايه، يعني هل في قواعد علميه او يعني طبيه في وباء او كده، واخلاقيه كمان معايير، يعني انه في حاله الوصول لتطعيم او لقاح بيحصل ايه، طبيعه الخطوات المتبعه بعد كده؟ يعني الاول نامل ان احنا نوصل للتطعيم او اللقاح اولا ان شاء الله يا رب. اول ما نوصله طبعا لا بيتم طبعا تحديد نسب للدول، كل دوله بتاخد نسب من من التطعيمات دي. وطبعا الميزه في ظروف زي كده ان بيبقى في استثناءات، يعني ما بتبقاش الشركه محتكره، في شركات كتيره بتقبل ان هي تدي التشغيله بتاعه الدواء بتاعها لاكثر من شركه عشان يقدروا يغطوا مناطق تانية في العالم.
تمام. سؤال اخير مرتبط بتقرير هنزيع وحالا دلوقتي احنا عارفين انه يعني خلاص بقى في اتجاه دلوقتي انه لو في حد مصاب بالفيروس والاعراض ما هياش شديده يعني الافضل ليه انه يبقى يعني يتجه للعزل المنزلي. الخبر او التقرير اللي عندنا ان احنا بنشتغل كمان في قوافل وزاره الصحه عاملاها لتوصيل العلاج للمنازل، يعني ده بيتم ازاي وبنبقى عارفين طبيعه الحاله، ايه طبيعه الادويه اللي تناسب كل حاله يعني بتبقى موجوده في العزل المنزلي، وهل مختلفه عن الدواء اللي بيكون في العزل في المستشفيات؟ حضرتك هو العيان اللي بيقرر للعزل المنزلي هي الحالات البسيطه التي يمكن علاجها في البيت، مش محتاج ملاحظه طبيه او ما عندوش مضاعفات او امراض مزمنه او مصاحبه تمنع علاجه في البيت. فدوت علشان اقدر اوفر السرير ده العيان تاني حالته حرجه او محتاج الرعايه الطبيه اللصيقه، دوت بوفر له العلاج في البيت. طبعا وسائل التوفير ان هو العيان اصلا اول ما بنعرف بالاعراض ما بقيناش بنستنى المسحه دلوقتي، بقى بيتصرف له من اي مستشفى من المستشفيات اللي اعلنت عنها وزاره الصحه، اكثر من 320 مستشفى غير مستشفيات الصدر والحميات اللي كانوا موجودين قبل كده، بالاشعه والتحاليل بيتوجه وبيتعمل له بيتصرف له شنطه فيها العلاج بتاعه لفتره الاسبوع اللي هيقعدوا العلاج، فتره العلاج لمده اسبوع. طبعا وزاره الصحه قررت ان عشان تخفيف اكتر مع المواطنين ابتدت تنزل قوافل عن طريق البيانات بتاعه العيانين، سواء اللي اتصلوا عن طريق 105 او العيانين اللي كانوا مسجلين مثلا واخدين مساحات في مستشفيات الصدر او الحميات، بتوصل للمرضى وبتوصل لهم الادويه ليهم لغايه عندهم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره جيهان العسال نائب رئيس اللجنه العلميه.